والله إني لأرى العاقبة سيئة، ولن تجني منها أمة الإسلام إلا كل شر. أنا لن أذهب إلى الحصن. لكنك قلت إنك لا تمانع في لقاء المقوقس يا أمير. نعم أنا لا أمانع، ولكن على المقوقس أن يأتي إلي هنا لا أن أذهب أنا إليه، إن كان حقا يرغب في مصالحتنا وعلى الشروط التي عرضناها عليه والتي لن نحيد عنها أبدا. هكذا؟ أرأيت أي مهانة ومذلة أوقعتنا فيها يا نائب عظمة القيصر هرقل؟ ما زال الكبر والعزة بالإثم يسيطران عليك يا قائد مندفور، فأنا لا أرى في الأمر مهانة ولا مذلة على الإطلاق. لقد رفض أن يأتي إليك وأنت نائب عظمة القيصر، تكبر وتجبر وطلب أن تسعى أنت إليه، أليس في ذلك إهانة لنا جميعا؟ أليس فيه مساس بهيبتنا وهيبة قيصرنا؟ ربما خشي أن نغدر به وبمن معه داخل الحصن، خاصة وأنك تهجمت على رسوله عبادة بن الصامت وشهرت سيفك في وجهه. وأنت
ألا تخشى أن يغدر هو بك وبمن يصحبك عندما تكونون داخل معسكره؟ لو أذنت لي يا قائد بندفور، لقد أقمت بين هؤلاء القوم يومين وترددت على معسكرهم للقاء أميرهم عدة مرات، وما لمسته من خلقهم وما علمته من احترامهم لوعودهم ومواثيقهم يجعلني أثق بأميرهم ثقة لا حد لها. أنا وجيش الروم هنا في الحصن أبرياء من كل ما تفعله يا نائب عظمة القيصر، وسأرسل برسالة لعظمته أشكوك فيها. لا تنسى أن تبلغ جلالته أني أفعل ما أفعل حقنا لدماء جند الروم وإنقاذا لأرواحهم من الهلاك. هذه الرسالة ستحملها إلى جلالة القيصر المعظم هرقل. لقد اخترتك لثقتي الشديدة بك، فأرجو أن تصل بها إلى القسطنطينية في أسرع وقت. ستخرج من باب الحصن معي ومع المقوقس ومع الرجال الذين سيصحبوننا إلى أمير المسلمين، ولكنك ستتخلف عند انحناء السور الغربي، ثم تأخذ طريقك مبتعدا حتى تصبح في مأمن من رماة المسلمين، فتنهب الأرض نهبا بجوارك إلى القسطنطينية. أعلم أن هذه المهمة قد تكلفك حياتك، لكن إن أتممتها فستكون جائزتك أعظم مما يمكن أن تحلم به. هيا. مرحبا بك يا مقوقس قيرس. لقد جئت إليك لأؤكد لك عزمي على التصالح معك وعلى شروطنا. هذا ما تعهد عليه عمرو بن العاص أمير جيش المسلمين على أرض مصر، والمقوقس قيرس نائب قيصر الروم، حيث قبل الأمير عمرو أن يصالح أهل مصر على أن يفرض على جميع من بمصر أعلاها وأسفلها دينارين على كل نفس شريفهم ووضيعهم ممن بلغ منهم الحلم، ليس على الشيخ الفاني ولا على الصغير الذي لم يبلغ الحلم، ولا على النساء ولا على القساوسة والرهبان ولا على غير القادر شيء، وأن لهم أرضهم وأموالهم وكنائسهم وبرهم وبحرهم، وألا يغزوا ولا يمنعوا من تجارة صادرة ولا واردة. واخترنا ما عرضته علينا يا أمير عمرو. أليس هذا أفضل من حرب أنتم تعلمون نتيجتها يا مقوقس قيرس؟ نفاذ هذا الصلح مرهون بموافقة الإمبراطور، وسأحمل بنفسي ما اتفقنا عليه وأسافر فورا إلى القسطنطينية، وأرجو أن يتفهم جلالة الإمبراطور الأسباب التي دعتنا إليه. وإذا لم يوافق قيصركم؟ نعود إلى ما كنا عليه، غير أني أتمنى أن يوافقني جلالته على ما اتفقت عليه معكم الآن. لنا شرط آخر يا أمير، وبغير قبوله منكم لا يكون هناك اتفاق معكم. وما هو؟ تبقى جيوشنا وجيوشكم حيث هي دون أن تهاجموا الحصن إلى أن يجيء رد قيصر. سنمهلكم 30 يوما لا تزيد، بعدها نكون في حل من أي وعد. ودعني أقول لك يا إنه القائد المندفور قائد الحصن،
أنت لست في موقف من يشترط، بل الأحرى أن ترجو وأن تلتمس. فالحصن سيكون لنا، ولن يكون للروم مكان على أرض مصر كلها، إن عاجلا أو آجلا. هل هذه بنود الصلح الذي أذعنت به لعمرو بن العاص؟ ولكني اشترطت عليه ألا ينفذ إلا بعد موافقة جلالتكم عليه. وهل يقتصر هذا الصلح على حصن بابليون أم يشمل كل ولاية مصر؟ بمعنى أن علينا أن نترك بر مصر كله للعرب ونرحل. المهم أن ننقذ أرواح جنودنا يا جلالة القيصر المعظم. لكي ننقذ أرواح جنودنا نترك ولاية مصر لقمة سائغة لعمرو بن العاص ومن معه. ما كان أحرنا إذن لو اتبعنا رأيك السقيم هذا أن نترك الفرس عندما احتلوا ولايتي مصر والشام دون أن نحاربهم وننجح في طردهم بعد أن ضحينا بعشرات الآلاف من أرواح جنودنا. أخشى وأخجل أن أقول إن العرب المسلمين قد طردونا من الشام كلها واحتلوا الآن ما يقرب من نصف أرض مصر. ومنذ متى عرفت حمرة الخجل طريقها إلى وجهك أو وجوه القادة الموقرين؟ لقد احتل العرب نصف أرض مصر كما تقول لأنكم تخاذلتم في مقاومتهم. كان معكم 150,000 جندي رومي، واحتل عمرو بن العاص نصف أرض مصر ببضعة آلاف تعد على أصابع اليد الواحدة. عمرو بن العاص ورجاله قوم لا يشبهون الناس في شيء، إنهم قوم لا يعبؤون بأمر من أمور الدنيا ولا متاعها، إنهم لا يطلبون من الدنيا إلا لقمة يسدون بها رمقهم وشملة يسترون بها أبدانهم. إنهم قوم يرون أن أعظم الربح في أن يقتلوا في معركة ينالون بها الشهادة التي يدخلون بها الجنة. ما أعجب أمرك يا نائب قيصر الروم على مصر؟ يخيل إلي وأنا أسمعه أني أسمع نائبا عن عمرو بن العاص لا نائبا عني أنا. لو أن أحدهم تحدث عنهم ما قال أفضل مما قلت. عفوا يا جلالة القيصر المعظم، لقد خبرت هؤلاء العرب في الحرب عندما كنت في بلاد الشام التي استولوا عليها كلها، وعرفت أنهم قوم لا يغلبون. أرسل إلي القائد المنضفور قبل مجيئك يشكو إلي جبنك وتخاذلك، وها أنا قد تحققت بنفسي من ذلك. لا يا مولاي القيصر، لست جبانا ولا متخاذلا، ولكنني نفذت إلى الحقيقة وأيقنت أن لا سبيل لنا خيرا من الصلح مع عمرو بن العاص قبل أن يستولي على حصن بابليون عنوة وتصبح مصر كلها غنيمة له. أنت خائن للإمبراطورية ولن تعود إلى منصبك كنائب عني وحاكم لمصر. سأعد جيشا كبيرا لطرد المسلمين العرب. والآن يا أبي، ماذا بعد أن رفض هرقل الصلح الذي اتفق عليه المقوقس معنا؟ سنقتحم الحصن ونستولي عليه، وها هو الفيضان قد انحصر وجف الماء الذي كان يغمر الخندق المحيط بالحصن. يا أمير عمرو، يا أمير عمرو، إنه يعقوب، ترى ما به؟ يا أمير عمرو، هل لديك ما تخبرني به؟ نعم يا أمير، الإمبراطور هرقل مات. القيصر مات؟ نعم، وقد وقع الخبر على رأس قوات الروم كالصاعقة، بل إن بعض الجنود بكوا عندما شاع الخبر بينهم. يجب أن نستثمر موت هذا الطاغية قبل أن يفيق من بالحصن من صدمة فقدهم لقيصرهم. امتد حصارنا لحصن بابليون إلى 7 أشهر كاملة، والليلة موعدنا لننقض على الحصن ونستولي عليه. سيد القائد، سيد القائد، العرب هاجموا الحصن وتمكنوا من الدخول. دخلوا إلى الحصن من الجهة الشرقية يا سيدي. القائد المندفور
في رداء نومه. أعترف بالهزيمة يا أمير، وأسلم الحصن لك بلا مقاومة. وقد وافق عمرو بن العاص أمير جيش المسلمين ببدر مصر على أن يخرج الروم من حصن بابليون في 3 أيام، فينزلوا بالنهر إلى حيث يشاءون بدون سلاح، ويحملوا من الأقوات ما يلزمهم لبضعة أيام فقط. وأما الحصن وما فيه من الذخائر وآلات الحرب فيأخذه العرب المسلمون بأكمله، ويدفع أهل المدينة لبيت مال المسلمين الجزية، إلا من أراد منهم دخول الإسلام طواعية فلا جزية عليه. عفوا، فلم يعد من حقك حمل هذا السيف. خذه فلا حاجة لي به. إلى أين ستتجه أنت ومن بقي معك من الجند؟ إلى الإسكندرية؟ نعم، سأتجه أنا إلى الإسكندرية لتنضم إلى حاميتها. إذن سنلتقي هناك مرة أخرى في حرب قد لا تنجو منها هذه المرة. اتعظ. لا أظن أني سأحاربكم مرة أخرى أيها الأمير، ولا أظن أن أحدا من جنودي راغب في الحرب على أرض مصر مرة أخرى، فقد أيقن معظم الجند وأنا على رأسهم ألا جدوى من حرب قوم يدين النصر لهم دائما. لذلك فسوف أذهب إلى القسطنطينية لأعيش ما بقي لي من عمر بعيدا عن ساحة الحرب ورائحة الدماء، وأظن أن هذا شعور من بقي معي من جند. أما حامية الإسكندرية فهي لم تجرب الحرب معكم بعد، ولم تصطلي بنارها. سنذيقها كأس الهزيمة المرة مترعة. أرسلتني الإمبراطورة مارتينا إلى هنا بتفويض منها ومن ابنها كي أفاوض عمرو بن العاص الذي يحاصر مدينة الإسكندرية منذ 4 أشهر أو يزيد. وعلى ما تفاوضه يا حضرة المقوقس؟ على إنقاذ أرواح جند الروم، أي على الاستسلام، نفس السبب الذي من أجله نفاك القيصر الراحل هرقل قبل وفاته واتهمك بالخيانة. وها قد استدعتني الإمبراطورة مارتينة من منفاي وعهدت إلي بالمهمة التي عدت من أجلها إلى هنا بعد أن ثبت لها أني كنت على صواب فيما اقترحت. صدقني أركاديوس، سيقتحم المسلمون العرب أسوار الإسكندرية كما اقتحموا كل الأسوار والحصون التي اعترضت طريقهم منذ أن وطئت أقدامهم أرض مصر. هل تروعني لأخضع لقرارك بالتفاوض مع العرب؟ لا، أنا لا أروعك، ولكني أحملك أمانة الحفاظ على أرواح جند الروم الذين يأتمرون بأمرك هنا. أركاديوس، هل ما زال عندك أمل في انتصار عسكري؟ ولم لا؟ وتحت إمرتي 50,000 جندي، وأسوار الإسكندرية وحصونها منيعة، والعرب عاجزون عن اقتحامها منذ 4 أشهر، والمدينة عامرة بالأقوات. نفس ما كان يردده المندفور وأرطبون وتيودورس وغيرهم، وما نالوا إلا الهزيمة المرة. صدقني يا أركاديوس، العرب لا يملون من حصار أي مدينة أو حصن، ولذلك فهم المنتصرون في النهاية. فاخضع لصوت العقل ولا تعرقل مهمتي. ما هذه الجلبة؟ أيها القائد، اقتحم العرب سور المدينة من ناحية المقصد، وجنودنا يفرون أمامهم في ذعر شديد. أطلقوا نفير الحرب. ومتى كان ينتصر الجنود بالنفير يا أركان؟ وأبلغه أن ينشر قلعها ويستعد للإبحار فوراً. هيا! ماريا!
حشد الوصول إلى هنا. هيا لا تضيع الوقت سدى. هيا قلت لك لن أغادر لا وقت الجدل. هيا هل تريدين أن يلحق بنا العرب المسلمون إلى هنا فيقتلون ويأسرون؟ العرب المسلمون لا يقتلون قط مصر مثل ما يفعل الروم، ومثل ما فعل جند الروم الذين استسلموا داخل حصن بابليون لعمرو بن العاص، فقتلوا وقطعوا أيدي الأقباط المصريين الذين استسلموا داخل الحصن قبل أن يغادروا حاملين معهم عار الهزيمة المنقرة. الوقت ليس وقت شماتة أو سخرية. أنت والذي في أحشائك ملكي. هيا معي إلى السفينة وإلا حملتك قصرا. هيا 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 احملا معي إلى السفينة بسرعة. ماريا عمرو بن العاص. أنا هو. خذها إلى سفينتك مع مرتك. لن ترحل معكم أيها الظلمة. ولدي مينا قتلت أخي أيها المجرم مثلما قتلت جرجي سوسفانا. قتلوك يا ماريا كما قتلوا مينا. ماريا ماريا
رأيت الحلم وأنا أراك، أنا قد رأيتك. فديتيني يا ماري، ضربة السيف كانت موجهة لي أنا. أحمد الرب إنك لم تذهب. لا تموتي يا ابنتي، لا تموتي، لا تتركاني أنت ومينا. ماريا، لساني يعجز عن أن يعبر عما أريد أن أقوله لك. أما أنا فلساني زي أبوه بمكنون قلبي. حبيتك العام منذ رأيتك أول مرة، ولم يخفق قلبي لزواجك، رغم علمي بأني قد لا أراك على مدى سنوات عمري. كنت أحلم دوما تحضر لي على حصان عربي وأن تحملني إلى بستان ليس فيه سواك. تحيط بنا عيوني وآلاف الأشجار المثمرة، وأنا على صدرك أسمع دقات قلبك، وحلمي قد تحقق. رأسي أنا على صدرك، وآخر ما أسمع في دنياي هي دقات قلبك. الأمير عمرو، تفضل. كنت أود أن تكون زيارتي لكم في ظروف مختلفة. لا مشيئة الرب يا أمير. قتل ابني وابنتي يا أمير عمرو. وافاهما أجلهما، وسبحان الحي الذي لا يموت. لكن الرب انتقم لكل ضحايا الروم على أيديكم. لم آتي لأجدد أحزانكم، وإنما لأشد من أزركم، وليؤكد أن بابي مفتوح لكم دائما. ويعلم الله أن قلبي ينزف لما أصابكم وأصابني. عبد الله، خمنت أنك ستكون هنا، وها هو حدثي قد طرف. أردت أن أخلو بنفسي قليلا فجئت لهذا المكان المنعزل. ما زال الحزن يسيطر عليك يا أبي، وأظنه سيظل حتى آخر العمر. الأمير عمرو بن العاص يقهره الحزن، رغم أن الله فتح علينا الإسكندرية. أكل هذا الحزن من أجل امرأة؟ قد فدتني بنفسها يا عبد الله، فدتني بنفسها. لم أكن أعلم أنها تحمل لي كل هذا الحب، لا
الذي يدفعها إلى التضحية بنفسها لإنقاذ حياتي. يبدو أن موتها أصاب غورا بعيدا في نفسك يا أبي. لأنه موت ليس كأي موت، ولأنها امرأة ليست كأي امرأة. لو كان قد قدر لك يا عبد الله أن تراها ملقاة على صدري وهي تجود بأنفاسها الأخيرة، لو كان قد قدر لك أن تسمع صوتها المتهدج الخافت وهو يحمل إلي آخر كلماتها، لو كان قد قدر لك أن ترى عينيها وبرقاهما يخفو وهي شاخصة إلي كأنما تريد أن تكون صورة وجهي آخر ما ترى، لو كان قد قدر لك أن ترى وتسمع وتشعر بكل هذا لالتمست يا العظم في حزني عليها كل هذا الحزن. لم يعد للنسل الرومي مكان على بر مصر. حسب ما أمرت مشطنا كل أرجاء مدينة الإسكندرية وفتشنا في كل القلاع والحصون وحصرنا ضباط وجند الروم الذين استسلموا تماما. هل جردتهم من سلاحهم؟ لم يعد مع أي منهم سيف أو رمح أو نبل أو حتى خنجر. أليس في تركهم هكذا طلقاء خطر علينا؟ وما الخطر من ترك مجموعة من القطط منزوعة الأظافر طلقاء في عرين الأسد؟ وقد وعدت المقوقس قرص أن أعطي مهلة لمن يريدون أن يرحلوا عن هنا ليركبوا السفن إلى القسطنطينية، وسترحل الدفعة الأولى منهم غدا والباقي تباعا بقدر ما تسمح السفن الرأسية هنا أن تحمل منهم وتعود لتحمل الآخرين. أرى أن نقتلهم ونخلص من شرهم. يا ابن أبي صرح، لقد أعطيت المقوقس قرص عهدا لا أستطيع أن أنقضه، ثم إنه برحيلهم يرحل معهم شرهم، ومن لا يريد أن يرحل ويفضل البقاء في مصر سيجري عليه ما يجري على أهل مصر، فإما أن يدخل الإسلام وإما أن يدفع الجزية والخراج. وهل سنبقى هنا في الإسكندرية؟ إنها مدينة جميلة لم أرى لها مثيلا أبدا في قصورها ومعابدها وآثارها. لم نفرغ من قتال الروم بعد، فما زالت بعض الحاميات في بعض المدن لم تستسلم، ويلزم أن نسير إليها بعض القوات لنقضي عليها تماما. وأنا أفكر في تأمين الحدود الغربية لمصر، وسأخرج بنفسي في بضعة آلاف مقاتل لأخدع برقة وأنطبلس وأطرد الروم منهما، فإذا من الله علينا وأنجزنا ما ذكرت نكون بالفعل قد أتممنا فتح مصر. مرحبا بالجنود من قومي في مسكني المتواضع. مرحبا بك أيها المقوقس قيرس. أفي زيارتكم لي إصرار على اتهامي بالخيانة؟ بل فيها اعتراف برجاحة عقلك وبعد نظرك. إنه لا يثلج صدري أن أسمع ما تقول. لقد اتهمني الإمبراطور الراحل وحفيده والمتشددون، اتهموني بالخيانة. بل إنك أديت عملا رائعا، جئناك اليوم لنطلب منك إتمام. زدني إيضاحا يا ولدي فأنا لا أفهم ما تقول. لقد فرض عمرو بن العاص على من أراد البقاء في مصر الدخول في الإسلام أو دفع الجزية. هذا كرم يشي بسماحة دينه. لكننا لا نرغب في الدخول في دينه. إذن عليكم بدفع الجزية وأقيموا في مصر ما طاب لكم المقام. هذا عين ما جئناك من أجله، فنحن نرغب في البقاء في مصر، ولكننا نرغب أيضا في التخفيف من الجزية التي فرضت علينا. كيف؟ بأن يدفع الرومي نصف ما يدفع المصري. لا أعتقد هذا ممكنا. ليس عليك إلا أن تنوب عنا في لقاء عمرو بن العاص والحديث إليه بهذا الشأن. من عمرو بن العاص قائد جيش المسلمين إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، أما بعد
فقد من الله علينا بفتح الإسكندرية عاصمة بلاد مصر، وأتم نعمته علينا ورفرفت راية الإسلام على كل البلاد، وتحقق الوعد الذي قطعته لك أمام الله على نفسي يا أمير المؤمنين. ومع كتابي هذا عهد أمان أعتزم تعميمه على كل بلدان مصر من أقصاها إلى أقصاها إذا وافقت عليه، وبالله التوفيق وعليه قصد السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وبرهم وبحرهم، لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينتقص ولا تساكنهم النوبة. وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح وانتهت زيادة نهرهم 50,000 ألف. فإن أبى أحد منهم أن يجيب فذمتنا ممن أبى بريئة، وإن نقص نهرهم من غايته إذا انتهى رفع عنهم بقدر ذلك، ومن دخل في صلحهم من الروم والنوبة فلهم مثل ما لهم وعليهم مثل ما عليهم، ومن أبى منهم واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه أو يخرج من سلطاننا. على ما في هذا الكتاب عهد الله وسنة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذمم المسلمين. المقوقس يلتمس الإذن بالدخول يا أمير عمرو. فليدخل. تفضل. السلام عليك يا أمير. وعليك السلام. تفضل. جئت إليك بملتمس أرجو أن يجد قبولا لديك. أسمعه أولا ثم نرى فيه رأينا. إنه ملتمس مكون من شقين. الأول؟ أولهما خاص بجند الروم الذين يرغبون في البقاء بأرض مصر. ألم نتفق على هذا يا مقوقس قرص؟ ألم يشمل عهد الأمان الذي عممناه في ربوع مصر أن من يرغب في البقاء من الروم عليه أن يختار إحدى خصلتين؟ أعرف يا أمير، إما أن يدخل الإسلام أو يدفع الجزية. وهل جد ما يستوجب أن نغير في شروطنا؟ لا، لم يحدث، ولكن حدثني بعض كبراء الروم لو أنك خففت الجزية عنهم، بمعنى أن يدفع الرومي نصف ما يدفعه المصري من الجزية والخراج. والسبب؟ في الواقع إنه لا يوجد أي مبرر سوى أنهم يريدون أن يميزوا عن سائر أهل مصر. ربما، فليكن. اسمع يا مقوقس قرص، لقد جئنا إلى هنا ومن أهدافنا أن يسود العدل ربوع البلاد وأن يرفع الظلم الذي كان يثقل كاهل أهل مصر على يد الروم. ولكي يسود العدل يجب أن يتساوى كل من يعيشون على أرض مصر في الحقوق والواجبات مهما كانت جنسياتهم أو ملتهم. أظن في هذا إجابة حاسمة. ما هو الشق الثاني من ملتمسك؟ الشق الثاني يتعلق بي شخصيا. يعرضه إذن. تعلم أن الإمبراطور الراحل هرقل قد غضب مني عندما عرضت عليه شروط الصلح التي تم الاتفاق بيننا عليها عند حصاركم لحصن بابليون، وأنه عزلني واتهمني بالخيانة. كنت ثاقب البصيرة بينما كان هو قصير النظر. أردت إنقاذ أرواح جند الروم من موت محقق بينما أراد هو أن يغامر بأرواحهم ليحقق مجدا بعيد المنال. وقد أقرت الإمبراطورة مارتينة وابنها بوجهة نظري،
وبعثاني إلى هنا بعد موت قيصر هرقل، وقد تم إبرام الاتفاق بيننا، والذي أصبحت مصر على أساسه خالصة لكم. أنت أنقذت أرواح جند الروم، وها هم يعودون إلى وطنهم وزوجاتهم وأولادهم. ولكني أنا لا أستطيع العودة إلى القسطنطينية. لماذا؟ لأنه قد تم عزل الإمبراطورة مارتينا وابنها، وأغلب الظن أنهما قتلا، وانفرد بالحكم الإمبراطور كونستانس حفيد القيصر هرقل، وأنا في نظره ونظر المتشددين الذين التفوا حوله متهم بخيانة الإمبراطورية، وبأني سلمت مصر كلها لكم خالصة مخلصة. سلطانكم على أرض مصر كان سينتهي بحد سيوفنا، وأنت تعلم ذلك جيدا. أنا أعلم ذلك يا أمير، لكنهم في القسطنطينية لا يعلمون. هم وشأنهم، وليأتي منهم من يشاء لنلقنه درسا يعلم منه شدة بأسنا. أرجوك يا أمير، أنا متهم بالخيانة رغم أني لم أخذ، والرب مطلع على سريرتي. ما هو المطلوب مني يا مقوقس قيرس؟ أن تسمح لي بالبقاء على أرض مصر ما بقي لي من عمر. حسنا، ليكن مقامك في الإسكندرية فقط، ولا تغادرها إلى مكان آخر إلا بإذن، ولا تتدخل مطلقا في أي أمر إلا فيما يمس شخصك، وانس تماما أنك كنت تحكم، فذلك عهد مضى وولى. أتخشى أن أثير الفتنة أو أؤلب الناس عليكم؟ ليس خشية، وإنما مجرد حرص، فربما يوسوس الشيطان لك ما قد يريدك موارد التهلكة. أما عن تأليب الناس علينا فإني على ثقة من أن شعب مصر قد تنفس الصعداء برحيلكم، وإني أشهد شعب مصر أمام الله سبحانه وتعالى أنه تحت راية الإسلام سينعم بأمن وعدل لم يشهدهما من قبل. إلى أين يا محمد؟ إلى تجارتي يا زوجة أبي. أتريدين شيئا؟ نعم، كنت أريد أن أتحدث معك. رغم أمرك يا سلم. كنت أتساءل إلى متى نظل هنا جميعا في المدينة المنورة ويظل عمرو بعيدا عنا في مصر. هل تشعرين بتقصير منا يا سلمى؟ كلا والله، فأنا أقيم معكم وأراكم تتسابقون لإسعادي، ولكنها تظل سعادة منقوصة لا يتمها إلا وجود أبي عبد الله عمرو بن العاص. زوجك يا سلمى، لما لا تقولين زوجي؟ زوجي يا نسمة، ربما لا تشعرين بلسع الوحدة لأن زوجك معك، أبقاه الله لنا جميعا، ولكنك لست وحدك من تشعر بلسع هذه الوحدة يا سلمى. أنا أيضا أعاني ما تعانين لغياب زوجي عبد الله مع أبيه بمصر، فماذا ترون أن نفعل؟ لا شيء سوى الانتظار يا سلمى، وإني لعلى يقين بأن الله سيجمع شملنا قريبا وبأسرع مما تظنين إن شاء الله. عفوا يا أمير، مجموعة من الراهبات يلتمسن لقائك. أدخلهن. كلهن؟ إنهن أكثر من ثمانية. أدخل واحدة فقط نسمع منها نيابة عنهن. فليدخلن جميعا ما دمنا قد جئنا لمقابلته، فليس لي أن أرد من جاء يطرق بابي. أمرك يا أمير. اسمحوا لي بالانصراف. السلام لكم أيها الأمير. وعليك السلام، مرحبا بكن. ألم تعرفني بعد يا أمير؟ دعيني أستجمع ذاكرتي لحظة. قابلتك مرتين، ولقد دعوت الرب وصليت له أن نلتقي هنا في الإسكندرية، وها قد حقق الرب لي ما تمنيت. الأخت سريالة، وتقابلنا في أجندين. نعم،
وقد جئت مع بعض أخواتي من راهبات دير العذراء لنرحب بك، بل بكم جميعا. أرجو من الله أن يجعلني عند حسن الظن بي. يا أمير عمر، لو تعلم كم قاس شعب مصر من ظلم الروم والتعظيم، وكم لقينا نحن الرهبان والقساوسة والراهبات من سنوف العذاب لأننا لم نتبع مذهبهم. ولولا الحياء لكشفت لك عن آثار التعذيب التي ما زال جسدي يحملها. اطمئني يا أخت سريالة، وليطمئن جميع الرهبان والراهبات والقساوسة وكل شعب مصر، بل وكل من يقيم على أرضها من النوبة إلى الإسكندرية على اختلاف مللهم ومذاهبهم. من اليوم وصاعدا لا إكراه في الدين، ليكن هذا معلوما للجميع، فحرية العقيدة مقدسة، ولن يضار أحد في بدنه أو حريته أو ماله بسبب دينه أو مذهبه، بشرط ألا يحدث فتنة أو يفعل ما يضر بأمن البلاد. فمن شاء أن ينتقل من مذهب إلى مذهب له ما شاء، ومن أسلم بمحض إرادته واختياره له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. ولكم منا يا معشر المسلمين كل المحبة والإخاء. عفوا يا أمير عمر. فليدخل فورا، وله أن يدخل علينا كلما جاء دون إذن. أمرك يا أمير. فلتسمح لنا بالانصراف، وأكرر ترحيبنا بكم على أرض مصر. في سلام الله. السلام عليك يا أمير عمر. مرحبا يا يوحنا، تفضل. الأخت سريالة هنا؟ مرحبا بك يا يوحنا. أراكما على معرفة ببعضكما. الأخت سريالة كانت صديقة للغالية ماريا. أتعلم يا أمير عمر أن الطاغية أركاديوس اعتقل الأخت سريالة وعذبها حتى شرفت على الموت لمجرد أنها ذكرت للغالية ماريا أنك من حاصر بيت المقدس حتى استسلمت، وأنكم طردتم الروم منها؟ حق يسوع، لا تثر في نفسي تلك الذكريات المؤلمة. قد ضحت الغالية بنفسها وتزوجت الطاغية رغم كرهها الشديد له، لتنقذ حياتي من بين براثني، ولتنقذ حياتنا أيضا، أنا وأمها وأخيها وزوجتي. فلنكفكف دموعنا على أعزائنا، ولننظر إلى المستقبل نظرة أكثر تفاؤلا. أحمد الرب على أن الأخت سريالة هنا لتعازرني فيما جئتك من أجله. خيرا إن شاء الله، وما جئت من أجله مجاب قبل أن أعرفه. إنه بخصوص البطرق بن يهمية. أعلم أنه كان مختفيا من بطش الروم الذين كانوا يجدون في البحث عنه لإعدامه كما فعلوا مع أخيه الأبي مينا. وهل سيظل مختفيا يا أمير؟ بل إنني أدعوه أن يخرج من مكمنه وأن يعود إلينا آمنا على نفسه دون أي شعور بالخوف أو الخطر، ليرعى شؤون الدين لكل قبط مصر.